السلام عليكم يا جماعة. المنشر راح يقول عندنا مقطع جديد من لعبة كرة الرأس. هذا يا جماعة اللعبة قدامنا وراح نواجه أول منافس عندنا. طبعا أنا من زمان ما لعبت اللعبة فدخلت أتوقع أن اللعبة ناستني وكل شيء من الصفر. فلهذا إذا عجبكم الوضع ممكن نسوي سلسلة طبعا للعبة وننزل لها مقاطع كثيرة. فهذه أول مباراة بالنسبة لنا. أتوقع أن أول مباراة تكون مباراة تجريبية يعني. فواحد صفر المباراة هذه راح تكون عبارة عن 26 دقيقة. الكرات اللي فوق قاعدة تدخل مباشرة وهذا شيء جدا رهيب يا جماعة. لازم نركز عليه. انتبه. أوكي. أيوة. Let's go. حلو. دقيقة. عطى. بوم. Let's go. الهدف اللي بعده باقي 9 ثواني. تنتهي المباراة الأولى وهي المباراة التجريبية الخاصة فينا. إيش بسوي؟ أوكي خلنا نخلي الوقت يمشي ولا نسجل. انتهت المباراة قبل لا نسجل. فبالنسبة لهذه المباراة يا جماعة انتهت الحمد لله بفوزنا 4-0. والحين خلنا نروح يا حبايبي للمنافس اللي بعده. فعدينا واحد من المنافسين. الحين خلنا نضغط. المفروض نضغط بلاي بس أتوقع أنهم يبون نسوي أشياء. يبون نجي لهذيلة. أنا اللي أتذكره تراني يا جماعة دافع فلوس في اللعبة ومسوي كل شيء وشاري أشياء وشاري شخصيات وشاري ما أدري شنو. بس حاليا خلونا نبتدي مرة ثانية من البداية. فعندنا هنا نجوم يعني وقاعدين نلفل ليفل أب. وصلنا حاليا ليفل 2. أوكي صار عندنا هذا الباك. فخلنا نفتح الباك على طول. فتحنا الباك المفروض هالاند. أوكي هالاند وفينيسيوس طلع لنا. فحلو. الحين هني الكاركترات. لو حبيت اني اغير الكاركتر حقي اقدر اجي مثلا نختار هالاند. سيلكت. ليتس جو. بعد ما اخذناه نقدر نحن الحين نطلع وكلكت لليوم الاول. حصلنا طاقه والحين بنروح للمباراه اللي بعدها. جانا المنافس. طبعا الحين خلاص انتهى موضوع المباريات التجريبيه. الحين الحقيقه. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم راح تبتدي المباراه. بس اوه ماي جاد هذا شو مسوي في نفسه. خذ لك يا حبيبي كره في التسعين. طبعا مباراه حقيقيه. ولا اوكي. حبيب ضايع. عطى يا حبيبي اللي بعده. الحبيب ضايع. خذ لك الكرات العاليه. قاعد يعاني معاه. يمدينا احنا نشيل. خذ. ليتس جو. 4-0 يا حبيبي. طق وقت كثير وانت لعب حالتك حاله. لا 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 لا. سجل هدف الأول. 4. خذ جلده. ابلع. لا. سجل هدف اللي بعده. أنا أعطيته فرصة. خذ. ما أعطيك فرصة خلاص انتهت السالفة. اي كرة عالية جول. اي كرة عالية مو عارف يصدها. اوكي. ايوه. اي كان ينتظرني اقرب علشان يضربها بعيد. ليتس جو. ضبطناها. هاي شنو بالضبط؟ او ماي جاد. ليتس جو. 10 يا ساتر. 10 والله. ايوه. شيل. خذ. اشوه. ابلع. 11 يعني حتى في الهجوم ما قدر. لا يا عمي وقت الحين اعلان. اوكي انت طبعا جاني اشعار لفوتبول سترايك. احس اللعبه قالت سيد قاعد تلعب لعبه كره قدم غير. لا يا حبيبي تعال. انزين فزنا في المباراه 11-3. فالحين منافس اخر. خلينا نشوف وش راح يجينا. ايوه وش هذه؟ رجل كلب. اوكي راح نشوف مع بعض. ما اعتقد راح تفيدك رجل الكلب هذه. 3-2-1. بدات المباراه. الله يستر. اوكي هذا منافس شرس. هذا المنافس عكس اللي قبل شوي. خذ شيل. هذا منافس شرس يا جماعه. هذا اوكي. ايوه. لا استخدمت التجميد في وقت غلط. يلا مو مشكله.
خذ خذ جول. ليتس جو. 2-0. عصب 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 عصب. ايوه ايوه خذ. ها كانت تمشي. لا 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 لا. الكره اذا راحت وراك مشكله. ابلع ابلع. تعال قرب تعال قرب. لا يا سيد. اوكي 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 اوكي. جول 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 جول. ليتس جو. جول. حلو. ابلع هذه. الوقت يمشي الوقت يمشي. نايس. يس. 4. تعال. اوكي. بوم. جول. لا. خذ. اوكي. اوكي. اي ليتس جو. ما في. حلو. فوقه. انتهت المباراة وفزنا يا جماعة 5-1. حلو حلو. نتوقع مستوى يعني متواضع بس يمشي الحال يعني قادرنا نفوز. والمفروض لفلنا لليفل 3. ليتس جو. طبعا طلعنا بعض الاشياء اللي انا الحين مو مهتم ان نستعملهم، فخلنا نروح نلعب المباراة اللي يا حبيبي لعبني لعبني المباراة اللي بعدها. بس يلا خلينا نشوف المنافس اللي بعده. وش هذا؟ شنو راح العب هالملابس؟ اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد. ايش صاير؟ المهم انا شكلي غريب في المباراة، والمنافس بعد اتوقع عنده نفس هذا. انا هذا اللي هني انا. يلا. ايوه خذ. فاجأته. ابلع. قلة ادب قلة ادب وقلة ذوق. جول جول جول. ليتس جو. 2. انقلع انقلع انقلع. هي سيد كيف يتعدى عليك؟ اوف اوف. عدت. يلا ليتس جو. الهدف الثالث. نايس. انا تقريبا صايدنا. هي لا النتيجه متقاربه، فهذا الشيء قاعد يوترني. جول جول جول. ليتس جو. 4. تعال ابلع. ايوه 40 ثانيه باقي. نحتاج نفرق نحتاج نفرق في النتيجه نحتاج نفرق في النتيجه على الاقل بهدف واحد. ركز ركز. الوقت جالس يمشي. ايوه ايوه. جول فوقه. جول. ليتس جو. فرقنا الحين. اقدر اقول ان المباراه ان شاء الله في المتناول ان شاء الله. جول 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 جول. اضرب اضرب. لا شلوش الحظ. يوم صرت عملاق ضربت في ظهري. عطى. جول. ليتس جو. الهدف السادس. انتهت المباراة. نقدر نقول هذا ممكن الهدف السابع. انتهت المباراة. فزنا يا جماعة. لايك واشتراك تابعوا المقاطع هذه. سلام.